مشاهدينا، ولاية تكساس الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الولاية الثانية من حيث المساحة بعد ألاسكا، والثانية من حيث الأهمية الانتخابية بعد كاليفورنيا. ولاية تكساس التي تنقسم إلى 5 أقاليم طبيعية كانت تتميز بإنتاج القطن والحبوب من نمر وكذلك مرعى الأبقار، إلا أن واقع الولاية تغير كثيراً مع اكتشاف النفط فيها مطلع القرن الماضي. والمزيد عن هذه الولاية نتابعه مع الزميلة ميرا. في جنوب وسط الولايات المتحدة تقع ولاية تكساس، هي ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة بعد ألاسكا، ومن حيث السكان بعد كاليفورنيا. مدينة أوستن هي عاصمة الولاية، لكنها ليست الأكبر، فالولاية تضم مدينة هيوستن، رابع أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر منزلاً لمليوني نسمة، أكثر من نصفهم من الأقليات. حتى الأمس القريب كانت ولاية تكساس معقلاً صلباً للحزب الجمهوري، إلا أن الأعوام الأخيرة شهدت نزوحاً إلى الولاية من ولايات قريبة، ما ساهم في تحول المدن الكبرى كأوستن وهيوستن ودالاس وغيرها إلى اللون الأزرق، في حين أن سكان الضواحي والمناطق الريفية حافظوا على توجهاتهم الجمهورية. تعتبر الولاية التي تضم 30 مليون نسمة واحدة من مراكز الجذب في البلاد، نظراً لغياب ضريبة الدخل، ما يعزز قدرتها على جذب الأعمال والنخب إليها. دخلها الإجمالي يتخطى تريليونين وثلاثمائة وخمسين مليار دولار سنوياً، ما يضعها في المرتبة الثامنة عالمياً في ترتيب أقوى الاقتصادات، والمرتبة التاسعة من حيث سرعة النمو بين الولايات الأمريكية. معظم هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعود لكون تكساس مقراً لمعظم شركات النفط الكبرى، بالإضافة إلى شركات أخرى كساوث ويست للطيران وAT&T وهول فودز وغيرها. بالرغم من هذا النمو السريع، فإن ولاية تكساس لا تزال تحتل المركز 47 في مستوى الوصول إلى الرعاية الطبية من أصل 50 ولاية، بينما يحتل مستوى التعليم الأساسي فيها المركز 35 على مستوى الولايات 50.